وكاشا شو عم تعمل؟ يا شيخة يا شيخة، كان خلاص التعبان عياكل السكر. بقول لك ايه، تعالي تعالي حولي معاي. انا بدي اياك تمضي لي على اوراق الشراكه. ايه ده، هم خلاص عملوا اللي انت كنت عايزاه؟ طبعا انا بعمل دايما صفقات بتكون مضمونه 100%. يا جامد انت يا اجمل نساء الدنيا. بس بدي اياك تعمل لي وراق كرمال نحول مبلغ 2 مليون دولار كرمال يبعتونا البضاعه. شوية فكه يعني؟ لا دي مقدور عليها، هعمل لك التحويل بس بشرط توافقي الاول. شو هو؟ غمضي عينك وانا اقول لك. طيب يلا غمضي، ما تخافيش مش هسرقك. بس مد يدك، هاتي يدك. ايوه تعالي قوم. ايوه ماشي، ما شاء الله ما شاء الله. ايوه وقفي هنا ثانيه واحده ثانيه واحده. اي اي انا ناسي القلب. معلش انا موجود ما مشيتش. ما تخافيش ما تخافيش. فتحي. ايوه ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ شو؟ ايه ده؟ معلش معلش، الناحية التانية. تت تت دا تت تت دو. انت بتستنطقي ولا ايه؟ اقري. تت دوزيني تت دوزيني تم تت تك تك تم تك تك. قصدك تتجوزيني؟ ايوه. اوه ماي جاد. وكاشا انت فرحانه بجد؟ انت مخبله ولا ايه؟ انت صعبانه علي. او ماي جاد كاشا، ما بصدق. خلاص احنا نكتب الخميس الجاي، موافقه؟ ايوه الخميس الجاي اوكي. ولا نخليها النهارده؟ لا 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 الخميس الجاي. ايوه عشان حتى الحق اروح لل اسمه ايه اللي بيعمل الوفر. انا حاسس انني مهايبر قوي. وانا كده برضه.